متابعين الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم معنا الأخ أحمد اللي هو واحد الإنسان اللي عاش بزاف ديال القصص، ولكن واحد القصة اللي ربما قصة مختلفة، طبعا عندها علاقة بالمخدرات وما شابه ذلك، ولكن كاين واحد النقطة أخرى اللي باغي الأخ أحمد يهضر عليها، وهي كما كيقولوا دائما الدقة كتجي من عند القريب. طبعا الأخ أحمد عنده واحد القصة مع الإخوان ديالو اليوم غيشارك معنا، وطبعا عنده مطالب غنعرفوها في هذا الروبورتاج هذا. أخي أحمد مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد غزواني من مدينة سطات، 20/12/1977، أب لثلاثة الأطفال. وهذا الشيء اللي قلت راه بالصحة أخي، دوزت وقت بزني زمن المغرب لتحرك الأوروبا. شو باش نخلي التشويق، بدأنا من ديبار أحمد في البيئة اللي عايش فيها، وكيفاش عايش، كيفاش دوز الطفولة ديالو، عاد ننتقلوا لمرحلة بزنيز. إيه مرحبا. أحمد غزواني عاش واحد البيئة اللي هي مزيانة شوية، الوالد موظف، الوالدة موظفة، الحمد لله موظفين بساط على قد الحال، ما عندناش وما خصناش. ما كانش عندنا الدار، ما كانش ديالنا، كانت الدار ديال جدة. موت الوالدة الله يرحمها ويوسع عليها ثقة القبور، كانت عريفة، الجامع كيعرف شنو هي عريفة. عريفة في واحد الزمان هي واحد السيدة اللي كان عندها واحد السجن خاص بالنساء، هي اللي كتسمى عريفة. عرفنا فاش نحاو هذا السجن هذا، بقات لي هذيك الدار هي اللي كبرنا فيها، وهي اللي كانت سجن سابق للنساء. سبحان الله، معلومة جديدة. هي اللي تزدنا فيها، تزدنا في نفس الدار، حنا كاملين خوتنا، كاملين خوتي واختي الكبيرة، هي خويا اللي كبر منها، زيدة في 69، هي 72، أنا 77، وخويا الصغير الوحيد اللي ما تزادش معنا في نفس البيت اللي تزدنا فيه، تزاد في السبيطار، هو المهدي، تزاد في 90. عشنا في بيئة مزيانة الحمد لله. ما عمرنا بتلا بالعشاء. الحمد لله كما كيقول، الحمد لله. ما كناش عايشين الرفاهيه ثانيه، ماشي ديك مرقعين. الحمد لله بخير، ما عندناش وما خصناش. الحمد لله ماشي بخير، ولكن وماشي مكرفسين. الحمد لله ونشكره. يعني قلت لك ما عمرنا بدلا بالعشاء، فهمتي؟ يعني الحمد لله. الوالده كانت خدامه في السطات، الوالد في سوق السبت، ولادنا ما انا في هذه الفتره اللي تزدت فيها هي في الوالد بدا في الانتقالات بزاف، هي في لقيت السيبه، لقيت حتى شي واحد يكونتروليني، فهمت؟ الوالد ما كاينش، ولي الامر ما كاينش. انا من صغري من ولد 9 سنين حتى شي واحد ما كيفرض عليا شنو ندير في دارنا. يعني تخيل ولد 9 سنين كيتاخذ قرار ديالو بوحدو، حريه نفس، ندخل وقت ما بغيت، نخرج وقت ما بغيت، ما ندخلش يومين، ما ندخلش نهار، كاينش لي يسول، لا حياه لي من تنادي، وهادشي مباح. بخير الصحه الله هانيه. المهم ما كنتش باغي نقرا من صغري، وانا ما باغيش نقرا. اشنو باغي دير؟ باغي نحرق الطاليان من صغري، كعرف الثقافة ديال العرب، كتشوف واحد ومن 6 سنين 7 سنين ومن اللي وعيت وانا باغي نحرق الطاليان، لان حليت عينيا لقيت عمامي في الطاليان، الوالد مشى للطاليان فاكونس في 69، كنشوف الطوموبيلات، حتى شي واحد ما كيقول لك الواقع ديال هذوك الناس كيفاش عايشين تما. انت كتصحاب راه كلشي فلوس، راه كتلحق كتلقى الفلوس، هي راه ماشي بحال هكاك يعني. وما كاينش اللي وعيك، ما كاينش التوعيه، ما كاينش اللي قابلك، ما كاينش اللي وجهك، حيت عندنا حنا التربيه في المغرب هي كيقول لك باك ومالك، اش خاصك ياكل، واكل شارب ناعس. هي التربيه راه ماشي واكل شارب ناعس، ماشي الحياه، ترى ناكل ونشرب برزق الله سبحانه وتعالى. انت وجهني وريني هذه الدار، هذه ما دارش، ام الماكله والشراب، راه الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ ما كانش اللي يوجه. الفكره ديالي هي باغي نمشي للطاليان. انا كانوا داروا لي الدار مذكره، خاصني نسالي الحصه الدراسيه نمشي عند المعلم نقول له سني لي الحضور، لدرجه انني وليت كنزور له السينياتور ديالو. انا معلم دخلت له الشك في راسه، واش انا يا حاضر في القسم ولا ما حاضرش. هو كيقول لا ما كانش، وانا كنقول كاين، حتى لدرجه ولا كيقول ولا لا لا سمحي لي راه يقدر يكون كان، راه حيت كيغيب بزاف ما رديتش ليه البال. تخيل فين وصلنا، دري عنده 8 سنين دخل شك في معلم واش كان ولا ما كانش. اذا اصلا العقل كاين من الصغر، من الصغر عقل اجرامي، وما كانش اللي يوجه داك الصراحه بهذا المعنى هذا. كان تفكير ناضج على داك السن اللي كنت فيه، وتفكير خايب. يعني هذاك التفكير اللي هو خايب، كل القل اللي يوجهه ويوظفه في شي بلاصه مزيانه، كون راه هذا السيد هذا غتلقى عنده واحد البوست تا هو في يومنا هذا، كون راه شي كادر ولما لا، ولكن شكون يوجهك؟ احنا عزيز علينا كنكريتيكو، احنا هما الناس الاناس الوحيدين في هذا العالم اللي كتلقى وسخه في شي واحد، ماشي كتقول لا راه فيها وسخه اجي نحيد عليه، كتقول لا راه فيه وسخه اجي نوسخوه نكملوا عليه. لا راه وسيخه راه تقدر تحيد ويولي نقي بحالو بحال العباد. المهم غادرت الدراسه من
من البريمير راني كانت باقا البريمير وحالوش تعقل ولا كانت البريمير راني كانت الشهاده وكتمشي للاعدادي ديك الساعه كانت كتبدل المدرسه ما كانش السادس السابع كانت تحضيري ابتدائي الاول متوسط الشهاده وكتمشي بريمير راني دوزيام اني ثروازيام اني كاتريام اني عاد كتوجه دير شي سيكسيون ولا فهمت واخا شنو هي المرحله اللي جات مور هاد الطفوله وهاد الحياه هادي وهي الطفوله الصراحه هي ما عمر كانت طفوله انا ما عمرني حسيت براسي كنت طفل الصراحه تم نهار خلقتي ناضج ما حسيتش براسي ما حيت ما عشت هذيك الطفوله شنو هي الطفوله شنو بغيتي تقصد ليا بالطفوله كتلعب كتخرج لعبنا بحكم اننا كنا نخرجوا للزنقه وقلقوا ولا الدراري ولا الدرب كيلعبوا ولعبوا مي ما عشنا هذيك الطفوله اللي خاصنا نعيشوها بصح نيت قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام علمهم على سبع واضربوهم على عشر انا ما كاين اللي علمني على سبع الا اللي ضربني على عشر كاين حتى واحد والو يعني شكون من طفوله كتخرج كتلقى الدراري لاعبين اللي بيك تلعب معاهم كره كتلعب معاهم غادي تضربوا مع حوم اخرى كتمشي تصايق العباد وتضرب مع حوم اخرى جربتي البليه في الطفوله ضروري وانا حليت عيني حليت وسط البليه انا الوالد كان تقريبا كل سيمانه شيخات في الدار الوالد كان زهواني الصراحه ما تضحكش هادشي راه بصح ولا كان كيشوف فيا غادي يعرف راسو راه باقي ليومين هذا حاج ثلاثه المرات وباقي كيشرب زهواني ولكن ايكو طمع بان الله غفور رحيم يار الله غفور رحيم هذا ما كيمنعش لانه باقي كيشرب الله غفور رحيم الوالد كيشرب باقي كيشرب وان الله غفور رحيم مي انايا على البليه على ذكر البليه انايا باقي يعني صعيب عدلك عليا انا يا خويا الصغير انا ديال شي حاجه نقولها لكم ما عقلتش عليها انا يا وانا باقي صغير انا اللي عقلت عليه ان خويا الصغير زاد في 90 وانا كنحضر ليه الوالد كيدير ليه البيره في الرضاعه يعني شنو طرا لي انا قبل منه صعيبه يعني تقول لي ما عنديش مع البليه ولا لا لا عندي مع البليه كنت مبليه عزيز عليا الشراب وانا حليت عيني وسط الشراب انا يعني الوالد كان كيشرب عمامي كيشربوا الوالد كيكمي حليت عيني وسط البليه عرفت اذا نسيدي ندخلوا في الموضوع ديالك واخا كيفاش انتقل احمد من مدينه غير مدينته وعاش واحد الحياه اخرى من غير هذه الحياه هذه اللي كان عايشها في سطات وانا كيفاش غادي ننتقل من سطات انتقلت اول مره لكاستيخو من سطات لكاستيخو الفنيدق الفنيدق هنا عاد تبدا الحياه وهي اللي قلت لك واحد القضيه الحياه لحد الان باقا ما بداتش صعيبه والله الا باقا ما بداتش الحياه ولكن الحمد لله الابتسامه كاينه لكن التفاؤل كاين انايا شاد فيها بيدي وبسناني وبرجليا لان حقي وكندوي عليه حتى شي واحد ما كنتسنى منه يعطيني شي حاجه يفوبر عليا بها فهمت لان كنهضر ومقتنع بداك الشيء اللي كنقولو عارف انه هما بريوسهم عارفين هادشي اللي كنقولو غادي نقولو راه بصح لان ما عنديش لاش نتخزن فهمت هما اللي خاصهم يتخزنوا الا سمعوا هادشي حيت الواقع هذا كتدق على شي واحد دابا ندق على خوتي انايا بالاسم نقولهم انا غزواني فرانشمون الوالدين الله يسامح الحاج الله يسامح لك الصراحه ماشي كندق كنوجه ليهم النداء ندق رياك اللوح ونقول حروف ولا انا كنوجه ليهم الهضره ماشي كندق عليهم واخا ديك الحياه بدات اسيدي من كاستيخو بدات في 97 هذا الاخ ديالي كنت بديت تجاره المخدرات في 97 انا واحد السيد الله يرحمه وسع عليه ضيقه القبور مات مقتول هذا السيد هذا اسمه عين الملقب بغين سير لا داعي لذكر الاسماء المهم الله يرحمه وسع عليه ضيقه القبور في النهار هذا السيد هذا بيني وبينه قصته غادي نعرفوه انايا اصلا هو كان كيبيع الحشيش في سطات وهذا السيد هذا كيفاش غادي نعرفوه كنت انايا مصاحب مع واحد العساس ديال واحد الحومه وكانوا من تما كيدوزوا الكيران ديال الجديده واحد المره واحد الكار جاي من الجديده دخل سطات وقف في الحومه اللي فيها هذا العساس هذا المهم الصداع الرواج هاد العساس هذا كيعرف الدري اللي مضارب ضرب واحد وسط الكار ضربو بقرعه شراب جاي سكران من جديده ضربو بقرعه شراب لدرجه ان الدم بقى خاتر في هذيك البلاصه اللي حدا اللي حدا الشيفور هاد الدري هذا اللي ضرب هذاك السيد هو البزناز وصاحب هذاك العساس انا ملي شفت البوليس غادي يجي وهادي شديت هذاك السيد اللي ضرب باقي ما كنعرفوش راه بزناز وباقي ما كنعرفوش شكون هو انا قال لي صاحبي راه صاحبي تقول لي شي دخلته للدار دخلته للدار ببيرات وبشراب وخزنته تما خزنته دازت واحد الساعتين ثلاثه السوايع مشى في حالاته وانا مشيت عند داك صاحبي دازت واحد اليومين ويجي عندي هاد العساس قال لي قال لك خونا طلع عنده الميمونه هاد السيد هذا الله يرحمه مسكين ايوا مشيت عنده وصلت السلام السلام سلم عليا طبعا طبعا دابا هو من هاد الموقف هذا عارفك انسان رجولي عرفني عرفني ولا 97 راه باقي صغير سنه الحليب انا 20 سنه يعني ودرت مع هاد الموقف هذا وما كانش المهم سلمت عليه عطاني واحد الطريفه قال لي جلست تكيف فتقت جوان تكيفت
قال لي انا جاي انا غادي للدار. هو غادي معاه بالبلاستيكه ديال الحشيش. قلت له فلان، قلت له فين غادي بالبلاستيكه؟ قال لي انا غادي للدار ونجي. قلت له خلي البلاستيكه وسير. خلى لي البلاستيكه ديال الحشيش، هي فين بديت كنتاجر هذاك الحشيش ولا كيبات عندي في الدار. ولينا كنمشيو لكازا نتقداو ونجيو نبيعو، وباش ما يبقاش عنده في الدار بحكم انه هو كان صوابق وما تيهما جبتش ليه صداع، وبحكم انني ساكن في بلاصه نقولوا نقيه شويه وما فيها لا صداع لا مشاكل، كندي معايا الحشيش نبيتو عندي في الدار. ومن شحال كان في عمرك؟ 19 20 سنه كانت عندي. اي كيفاش غادي نخوي؟ جا عندي الاخ الكبير بحكم ان سطات مدينه صغيره. سطات مدينه صغيره وكل شيء كيعرف كل شيء. مره جالس انا في الدار انا واحد الصديق ديالي هذا العساس هذا اللي غادي يعرفني على هذا البزناز هذا، جالسين كنتعشى ودخل عندي خويا الكبير بدا كيلوح ليا في شي مود باس. انا عرفتو علاش كيهضر. المهم اللي خرج الدري جا عندي قال لي واش كيجيب لك ربي؟ راك انت واعر ولا ذكي كتبيع الحشيش حتى واحد ما يعيق بك، راه ما شدوكش على قبل الواليد كيعرفوا باك. هي عن نعطيك نصيحه، خاصك تخوي ولا غادي يطيروك. هادشي كان فعلا يعني على قبل الوالد ولا راه ما عرفوكش ولا؟ لا لا على قبل الوالد، على قبل فعلا الحكم يعني على الصراحه بحكم الوالد ان مدينه صغيره، والوالد كان موظف في الدوله، كان موظف في المحكمه في وزاره العدل المحرر القضائي، ماشي شي حاجه. مي راك عارف مدينه صغيره وواحد في المحكمه راه كلشي كيصاحبو ما نعرفش شكون، هو راه موظف. اذا هذه هي المرحله اللي غتنتقل فيها الكاستيخ. هذه هي المرحله اللي غادي الغد ليه غادي نجمع حوايجي وغادي نمشي للكاستيخ. مرحبا بك عندنا في الشمال. الله يطول عمرك ومرحبا بيا عندكم وشكرا جزيلا الشكر اخي الكريم. الله يكبر بك. كيفاش دابا تدخل في حياه بزنس؟ هذه اللي باغي انا نعرف. انا دخلت من سطات. انا قلت لك كيفاش دخلت؟ انا كنت بديتي فاش جيت للكاستيخ وجيت عند ما كنعرف حتى شي واحد الصراحه. تلاقيت بالصدفه مع شي ناس من البلاد ديال الواليد، كانوا دايرين شي فراشات تما. انا كندور الصباح، وقف بيا الكار مع 6 ديال الصباح الليل كامل وانا جاي شاد الطريق. شحال هادي ما كانش لوطوروت، 12 ساعه وانت كتضرب في الطريق، يعني تركب مع الليل توصل هنا في الصباح 6 السوايع 7 السوايع ماشي 12 ساعه. ركبنا مع 12 وصلنا مع 6 ونص لتطوان، زيد واحد ساعه الا ربع الكاستيه خوم الطاكسي. هي تلاقيت مع هذوك الناس، المهم سلام سلام عرضوا عليا جلست معاهم النهار الاول. طبعا ما كنت كتعرف حتى شي واحد. ما كنت كنعرف حتى شي واحد في الكاستيه، انا مشيت على الله. خارج كنت سارة بحال هكا، مشيت عند واحد الحلاق عنده واحد الدوش، بغيت ندوش ونقاد راسي. تلاقيت مع شي دراري ولاد كازا، هضره جبد هضره. تلاقيت مع واحد الدري كنعرفو مزيان، اشنو كدير اشنو كدير؟ قال لي انا ها خدمتي ها خدمتي. قلت له واش تشوف ليا معاك؟ قال لي مرحبا. المهم خدمت معاه في الكاميرات، راه كلشي اللي كان قديم في من 95 ل 99 الاواخر الاوائل ديال 99 كانت الكاميرات. الكاميرات بطريقه تقليديه. بطريقه تقليديه كنا بلا موتور، كنت تنفخها بالفم ولا بومبا، فهمت؟ كنا كندخلوا على البحر وكنخرجوا على البحر. كنا كنخرجوا اللحم الحلوف والثوب. اللحم الحلوف كيمشي للريستورات والاوتيلات حيت هادشي كاين هنا، راه كيدخل اللحم الحلوف كاين الريستورات عندهم حيت كيجيو كور هنايا، كيجيو اجانب. كنا كنخرجوا اللحم الحلوف والثوب، كنا كنضربوا 6 7 حتى 10 لي فواياج في النهار. يعني شحال كيكون عندك في لي فواياج واحد؟ 500 درهم في الفواياج. مزيان 500 درهم في الفواياج لا باس به. لا كنت كنجيب 5000 درهم الليله تشي في 97، وانا كنت كنحبس، انا كنت كنقول بركه عليا، ماشي على ود شي حاجه. انا قناعه؟ لا ماشي القناعه، كنت كنقول بركه عيط خاصني نمشي نزها باقي صغير ومصاحب مع شي، وكنت كنعرف شي بنات. وتخيل واحد باقي صغير وكيتسالى بدا كيتسالى بداك، راه كنهضر لك على 5000 درهم في 97، راه ماشي هي دابا. بصح بصح 5000 درهم في 97 راه دير بها شنو؟ راه كنت كنحط قرعه شيفاز ولا قرعه كاردو كيبقى عندي الخير. وباش تحط انت قرعه شيفاز ولا كاردو في ديسكو في كابو نيغرو ولا في مارتير، راه خاصك تكون شكون وشكون، فهمت؟ ما يدوزنا الفلوس. واخا كما قلنا باش ما نطولوش، ارانا سيدي كيفاش مشيتي اسبانيا؟ كيفاش بقات التجاره باش ندوزو الموضوع الرئيس؟ سيدي هاد كيفاش غادي نمشي لاسبانيا؟ هاد السيده اللي كنا خدامين معاها في جبل درس، هي من جبل درسة تطاونية، كنوجه لها التحيه من هنايا، على شافتني راه باقا عاقل عليا وكانت كتعيط عليا ولدي. ما تنساش خيرها هاد السيده. لا ما ننساش خيرها وخيرها فوق الراس، وكانت باقا بيناتنا معاملاتها، مشيت لاوروبا وكانت باقا بيناهم معامله. هاد السيده هادي كانت غادا تعطيني حانوت في 98 في سوق المسيره، ولكن على قد كلامها هي كان المصير غادي يتبدل الحاجه كون عطيتيني الحانوت. الحمد لله اللي ما عطاتوش. لا قالت لي ما عندك عقل، والله قالت لي ما عندكش العقل ما نعطيك الحانوت. قالت لي ولكن طلبني اي طلب وانايا معاك. قلت لها هي باغي نخرج برا. ايوا هي سبب تخرجنا برا باذن الله عز وجل. شافت لنا واحد، لا داعي لذكر الاسماء، واحد السيد راه معروف هنايا في الشمال،
مشيت في باطو معزز مكرم، مشيت لف باطيرا لف زودياك، لا كان عاني لا والو. هي وصلت الكاستي، وصلت للخزيرات عندي 100 درهم في جيبي وما كنعرفش اللغه وشهر 12 والبرد. المهم وصلت للخزيرات بقيت كنكافح حتى وصلت للمربيه. مشيت عند شي دراري مغاربه مريحين هدا كذا كذا كذا، بغيت نقصي داوني كليت الحمد لله. واحد كيهضر مع واحد قال ليه راه فلان وواحد راه باغي شي خدام باغي يريب البار ديالو كان رمضان في 99. الا رجعتي للتاريخ ولقيتي شهر 12 غتلقى فيه رمضان، كان جا في شهر 12. هو في شهر 12 عنده ريستوره وبار، وريستوره مغربيه، هو داك البار مع شهر 12 ورمضان سدو وبغى يطيح ليه داك البلان ويدير بلان اخر. انا هو داك السيد كان بغى جوج الناس باش يطيحوا له البارا ويطيحوا له الكونطوار ويطيحوا له الزليج ويدير جليج خور ويدير ارضيه اخرى. المهم حنا مشيت خدمت معاه، ضربنا معاه واحد اليومين ديال الخدمه. من بعد هذيك اليومين كان خاصو يجي المعلم اللي غادي يعاود يبني داك الشيء، حيت الرياب راه اي واحد يريب. طبعا انت ولات لا ماشي انا اللي غادي نبني، انا ماشي بناي، هو غادي يجيب بناي وغادي يخصو معاه واحد ماشي جوج، غادي يخصو متعلم. هو اختارني انايا، انا ما عرفتش ديك الساعه علاش اختارني انا يومي، مع المده عاد عرفت غادي تدوز من وراها واحد الشهرين عاد غادي نعرف علاش غادي يختارني انايا. علاش وما اختارنيش؟ بحكم انني انا كنخدم ولا حيت عينيا زويونين كما كيقولوا؟ هو اختارني حيت انا ما كنتش كنعرف نهضر السبليونيه والسيد بزناس ديال الكوكايين. الاخر كيهضر السبليونيه، يعني الا دخل شي واحد يدير معاه شي افير الاخر غادي يكون عايق. شنو انا يا صمون بكمون باقي ما كنعرفش نهضر. مي كانت عندي نقولوا بعض كاين واحد الحاسه السادسه شي قال لي كان كيدور قدامي كاع قريته في دماغي. كتفهم بحكم فرونسي، بحكم انني كنشوفو كيفاش كيتحرك الرواج بزاف. لا يعقل وانت ساد عندك هذا الرواج. انا راك بزنس في المغرب، انا تراك جيتي لقيتها مسقيه هنايا، انا راه بزنس وسط خاصك تكون عندك 700 عين فهمتي. المهم بقيت معاه بينت ليه راني دازت المده، بقيت خدمت مع داك البناي السيد تاقفيا، وليت كنخدم وانا سكران وانا منفح وانا تهلا فيا مزيان. هو سبتاوي، سبتاوي مجوج بكولومبيا، في الغدا كيديني معاه للدار. بقيت معاه قال لي شوف، قال لي انت ملي عرفتي اش كاين قال لي غادي نساليو الخدمه غادي تبقى خدام معايا في الريستو. قلت لي مرحبا على الراس والعين، هذا شرف ليا. خدمت معاه، هي فين غادي ندخل لهذا المجال؟ ما عمرني عرفت الكوكايين شنو هو في حياتي. لا عرفت الكوكايين، عرفته في الشمال قبل ما نمشي، مما كنتش كنعرفو بهذيك الطريقه اللي هو اصلا نقولوا ما عرفتش كوكايين، عرفت واحد شبيه الكوكايين اللي كيسميوه الكوكايين في المغرب، هو راه لا علاقه بالكوكايين، سميتو كيعيطوا عليه كوكايين ما عندو حتى شي علاقه. عاد تحلوا لي عينيا بزاف ديال البيبان، وليت كنعرف حوايج، وليت هي فين غادي نتعمق معاه، وليت كنتاجر في الكوكايين. هو اللي علمني المقوله ديال علاش غادي نهز قد هكا والربح قد هكا، ونهز انايا قد هكا والربح قد هكا. انت غتهز قد هكا ديال الحشيش وتربح قد هكا ديال الفلوس، ونهز انا قد هكا ديال الكوكايين والربح قد هكا ديال الفلوس. وهذه المقوله ديالو بقات. المهم باش ما نطولوش، كما قلنا راه رجعوا بزاف ديال الاجزاء. مرحبا دابا التفاصيل كذا، ها هو فاش احمد ولا نقول مرقع القضيه ولا بزناز. دخلنا دابا في ما دخلتش بوحدي انايا، راه غادي نمشي مع هاد السيد، غادي نمشي ندير واحد لافير في برشلونه عند الاخ ديالو، عنده ريستوره في الباريو تشينو في برشلونه، غادي يصيفطني عنده، وغادي تعجبني برشلونه احسن من ماربيه، فيها بزاف التوريست، مدينه كبيره. غادي نرجع عند السيد ماربيه وغادي نطلبوا طلب، واخا غادي نكذب عليه ونقول ليه اسمح ليا وخيرك سابق، قلت له راه عندي شي عائله في برشلونه هذه وبغيت نمشي عندها. يطلب لي الاخ ديالك نخدم عنده، قال لي مرحبا راه هو خاصو بنادم. هي فين مشيت لبرشلونه وخدمت مع هذا السيد اللي الاخ ديالو كان في ماربيه، هو عنده هو نفس الشكل نفس الديكور ديال الريستورو، وتا هو بزناس ديال الكوكايين وديال الحشيش وديال الهيروين، كان كيصوب ورق مزورين. بغيتي طوموبيل تجيك من الطاليان، بغيتي تبدل السميه ديال اي باسبارتو سيد سبتاوي، ومدوك السبتاوي الخاطرين الناس قدام فهمتي، سيد بعقلو خاطر. المهم هنا بديتي دخلتي في الدومين، يلاه غادي ندخل، يلاه غادي نولي ندي سلعه. ديك الساعه باقي ما صوبتش الوراق، غادي سيها غادي نقرقع في اسبانيا، غادي يولي يصيفطني يدي هاد السلعه لفيغيراز، دي هاد السلعه لطراغونا، دي هاد السلعه للمدن ديال 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 اسبانيا. وانا كندي الطوموبيل عام راه كوكايين، انا عارف اشنو هاز وعارف فين هاز. كندي كنوصل كنجيب الامانه ديال خدمتي اللي كانت، ما كنتش كنعرف شكون اللي كان كيبيع ليه، ما كنتش كنعرف هاد التجار هادو اللي كيشريو من عنده شحال متفاهم معاهم في الثمن في الاول. من بعد هذا غادي نبدا نتعمق معاهم، عاد غادي نعرف الاثمنه، عاد غادي نعرف السيد تاق فيا. ملي تاق فيا قال لي واش كتعرف شي واحد يدي لنا شي سلعه للطاليان؟ صوبت الوراق انا ديك الساعه، ضربت 6 7 شهور صوبت الوراق،
كانوا فتحوا واحد القانون وشريت شهادة طبية مزورة من عند الطبيب ديال الدولة حيت حتى هيك الخواد طبعا يكذب عليك شي واحد ولكن هي الخواد اللي زوين وبعقله فيه ثمن ماشي هنا ب 20 درهم راه باع وجهه فهمتي والله يكون في العون ثاني 20 درهم راه تقدر دير لي الخبزة هي ماشي بهذيك الطريقة واخا انا وصل لي عيلت بزنس انا وليت بزنس انا وليت بزنس اللي كتنتقل ما بين البلدان اول مره مشيت للطاليان ديت ليها واحد الكميه ديال الكوكايين لواحد السيد كان كيتسناني في بورتا بالازيو شحال تقريبا نقولوا دينا لي واحد الكيلو ونص ديال الكوكايين مزيان لواحد السيد في بورتا بالازيو واحد طالياني هذه هي اول خرجه غادي نخرج للخارج اسبانيا وغادي ندي واحد الكميه ديال الكوكايين ل مراه شنو الدول اللي جاو من غير ايطاليا مشيت لفرنسا ديتها لهولندا ديتها لالمانيا فرنسا الطاليان بحكم انني كنت كنمشي للطاليان نكمل لك في الاول فاش مشيت عدد السيد هذا في بورتا بالازيو الطالياني المهم مشيت لواحد ريستوران مغربيه وكانوا عندي شي تليفونات ديال شي ناس في المغرب وعندي شي اصدقاء في الطاليان ابار عندي العائله في طاليان العائله ما عمرني بغيت ندسرها انايا عيطت على شي دراري صحابي جاوا بقيت سولتهم قلقلت السوق باش نعرف انايا انا باقي مع انا الطاليان كنت مشيت ليها في 96 مشيت درت لي سكال في مالبينزا في ميلانو كنت مقطع لتركيا ودرت لي سكال 7 السوايع في مالبينزا في ميلانو باش نزهق وشدوني وعاودوا رجعوني للمغرب فهمت يعني المهم ايطاليا سبق لي دخلتي فهي دخل لي الطاليان المهم سولتهم قلقلت السوق قلت شنو غادي ندير شنو غادي ندير وهنا السلعه زايده وهو عاطيني جوج فرانك هو شحال طالع لي هاد الفلوس كامله المهم درت مع هذوك الدراري وليت كنبز ليه هو نبيزات وكندي ليه وليا دابا هو كيصيفطني ندي حاجه انا راه مدي ليا انا الدراري من سلعته هو نيت ومدي ليا انايا يعني حتى انت بديتي كت ان السيد هذا كان كيعرف واحد الغجري واحد الخيطان وغجري وهذا الغجر هما كومونيتي يعني هذا الغجري هذا هو اللي قلتي الباترياركا بحال قلتي البادرينو ديال الغجر اللي كاينين في كاتالونيا كامله حتى شي واحد ما كيدير عرس خاصو يحضر ليه موت خاصو يحضر ليها مصادعه مضاربه خاصو يدخل بيناتهم ويفكهم هذا السيد كانت عنده علاقه مع هذا السبتاوي هذا كانوا بيناتهم علاقه انا فاش مشيت انايا في 2002 للطاليان غادي ندي واحد الفواياج وغادي نجيب واحد الطوموبيل مزرحه هذاك الدري صاحبي قال لي راه دخل الاورو قلت لي مرحبا به قال لي قلت لك دخل الاورو هو داوي لي على فلوس مزوره هذا العبد هذا راه اول واحد كيدخل الاورو مزور لبرشلونه انا شديت هذا الاورو ما قلت للسبتاوي والو مشيت عند الغجاري قلت لي فيكتور لا مات والله الا مات الله يرحمه الا كان دوز عليه الرحمه هي الله يرحمه الله ماشي بغض النظر على انه مسلم ولا ماشي مسلم المعامله اللي كان كيتعامل ديال الرجوله قلت له فيكتور قلت له عندي شي فلوس مزوره وشتري من عندي النص بالنص يعني 50 ب25 والسيد مع شافني كنتحرك مع الاخر ودرت حمل فواياج للطاليان وهو شافني كيفاش كنتحرك قال هذا راه تيقا جيت انا نتيق فيه قال لي مالكم العرب تفكيركم محدود قلت لي علاش قال لي علاش هذيك 50 ما تجيبش لك اكثر منها قلت لي يدي على كتفك هاد السيد هذا غادي يساريني اسبانيا بالفلوس مزوره اول في ورقه صرفت مشينا شرينا اللوتيريه التيرسي قال لي ربح هذه المواقف فين كيربحوا هاد الفلوس ولينا كنشريو الاتات المستعمل وهذوك الفلوس مزوره وكنقلبوا فيهم البيع الخمسين ولات كتجيب لك 100 شوف الفكر حنا راه محدودين في الفكر يعني ديالنا انت كتفكر غير هنا وما كيفكر كيف فكر انا نموت ولدي يعيش مزيان اصاحبي حتى انا راني غادي نموت ولكن علاش غنخلي ولدي في القهره اللي عشت فيها انايا على الاقل يلقاها بعدا في مزيان اللي هضرتي لنا على الاولاد شحال من ولد عندي ثلاثه الوليدات اميره وعمر ومعاد توحشتيهم بزاف بزاف كاين كونتاكت كاين باقيين كنهضروا مع بعضياتنا في واتساب متوحشتهم بزاف عندك اسمح لي من باب مرحبا الفضول واش من مرأة واحدة لا ماشي من مرأة واحدة لا أميرة مع إسبانية سميتها أنا ماريا بيريز دياس وعمر مع أرجنتينية سميتها كارين ميسا هيدالغو جربتي كل شيء صحيح ومع مغربية معاد سميتها مريم معاد كاين معك؟ لا تا هو ما كاين؟ لا فيها خير كلهم مع ماماتهم واخا فيها خير فيها خير خير وفيما اختاره الله وهذه هي المعاناة اخي الله يسمح لي منهم أميرة زادت في واحد الوضع اللي انا كنت باقي مخربق وكنت باقي بزناز وما عشتش معها بزاف لانه خلقت انا يا باقي في السيفيل ما كنتش كنعيش معها خلقت في 2006 وانا تشديت في 2008 يعني عامين ولكن كما قلت لي قبيل ما كنتش عايش معها تقريبا انا ديما خارج عام لا دار سميتها الحمد لله
ضروري انا شريت ليها دار سميتها كانت باقا ديك الساعه البسيطه باقي ما دخلش الاورو صاحبي. المهم كاينه شي حاجه كتدل على الحب والابوه والتفكير. لا وماشي هذا ماشي دليل على انني كنحب راه هي المساله اللي قلت لك في الاول حنا كيقول لك باك واكل شارب ناعس لا ها هي كاع عندها الدار ولكن ما شبعتش بالحنان ديال باها صاحبي فهمتي. ولكن انت عندك امل ان شاء الله عاد تجلس معها ما بقى قد ما فات كما كنقولوا حنايا في المعاملات. انايا ثاني على 10 سنين الا رجعت دابا ندخل الحبس كنتسنى 2026 وطلقوا لي يرجعوا ان شاء الله ورجع نشوف ولادي. واخا باش نذكر المشاهدين بهذه النقطه انت دابا حاليا دخلتي للحبس ودوزتي 8 سنين دوزت 8 سنين في اسبانيا ومحكوم ب 18 محكوم 18 سنه 6 سنين ونهار و6 سنين ونهار و6 سنين ونهار. الله يفرج عليك اخي. اللهم امين ربي كبير ورحمته واسعه. لا داز الحمد لله داز واحد 8 سنين ديال لا سوفرونس بالمزيان كاع ديال المعاناه. كيفاش خلاوك تخرج وتجي للمغرب؟ انا اللي طلبتها. فاش كتكون عندك واحد المده معينه محكوم مثلا نعطيك الكا ديالي انا يعني انا محكوم ب 18 سنه انا محكوم بثلاثه الكوندينات ثلاثه الاحكام يعني 6 سنين ونهار و6 سنين ونهار و6 سنين ونهار. في اوروبا عندهم واحد اللعبه سميتها تريبلا لا مايور كيشدوا لك ثلاثه الاحكام وكيعزلوا لك الكبيره فيهم وكيخليوها لك. انا ما لقاوش ليا الكبيره في ثلاثه الاحكام وكلهم بحال يعني كان خاصني نتجاوز هذيك 6 سنين نتجاوزها بواحد العامين اللي ضربتي 8 سنين 8 سنين وطلبت الترحيل للمغرب. ولكن الترحيل للمغرب لواحد المده معينه اللي المده ديال 10 سنين من ما نحطش رجلي في الاتحاد الاوروبي. نقدر نمشي راه نمشي راه تصيفط ليا وحده من الوحدات كونطرا ولا تصيفط ليا التجمع عائلي ولا تصيفط ليا انفيتاسيون ونمشي. ولكن الكونترول الاول غادي يشدوني البوليس يقولوا لي شنو سميتك ويعرفوني بانني انا هو غزواني احمد. هاد العشر سنين هذه اللي دوزت منها دابا 6 سنين غتمشي ليا هباء منثورا. غادي نولي ضارب العشر سنين كامله. واخا اخي احمد من 97 حتى اليوم نوقفوا احنا في فوقاش قلتي للسجن دخلت في 2008 2008 ما شهر جوج اذا من الف حتى 2008 هذه كامله كانت تجاره مخدرات والتبزنيز وكذا عالم خور عالم بوحده. واخا شنو المشكل باش ندخلوا ديريكت في الموضوع وما نطولوش شنو المشكل اللي خلاك تعدل هذا الانترفيو وشنو المشكل اللي ضرك في خاطرك دابا اخي؟ هذا المشكل هذا اللي خلاني هنايا من 2016 وانا في المغرب يعني احنا دابا في 2023 يعني 16/4/2022 زيتي عام 16 ما كرهتش يجي 2026 نمشي في حالات يا صاحبي والله يعني من 16 ربع سنين 20 22 6 سنين 6 سنين وانا برزقي وعايش التشرد. وانت كتشوفني انايا من 16 وانا في طنجه كاريبيت في المصلى كنقلب على خدمه وباغي نعيش باغي ناكل الخبز بالرغم انني برزقي. انا من 2000 من 2000 وانا كنصيفط بالملايين. لمن كتصيفط؟ كنصيفط الاخوان ديالي كنصيفط بالاخص خويا الكبير ها كنصيفط 3 المليون كل شهر هذه اللي مسموح ليا بها نصيفطها في ويستريون كانت ويستريونيون هاد الوكالات كاع ما كانوا ماني جرام طراري كنا كنعرفوا ويستريونيون هي اللي كانت حتى شي حاجه اخرى وكانت ما هي وما لونها الا بغيتي تسرد الفلوس وملزوم عليك واحد القدر ديال واحد القدر مالي اللي خاصك تصيفطو اللي ما كيتجاوز 30000 درهم ضروري. هذه كنت كنصيفطها ولكن كنت كنصيفط نوار صيفط 20 15 30 اللي كان كيطيح في يدي ما كنغليه شي بقى كنصيفطو. وهذه هي المعاناه. فاش جيت لقيت راسي يد اللور ويد القدام ورزقي مسيوق ليا فيه وها الفيرمان بنيه ها لوكازيون دو فواتير ها الديور ها الطوموبيلات اللي راكب على الاودي وانا يا كنعيش. يعني انت كنتي كتصرد فلوس بمثابه انه كتصرد من الاخوان باش يخبعوهم وامانه وكذا ولكن انت ملي جيتي شنو لقيتي؟ واش كظن انا غادي نصيفط لخويا انايا في الشهر 50 مليون كل شهر ولا 30 مليون شنو دار لي انا هذا خويا هذا واخا يكون ما نعرفش شكون هو ولا واخا يكون انايا كندير الذنوب وغادي يغفر غادي يهزهم في بلاصتي. لا يعقل صاحبي لا وخليها شويه كول وقيس صاحبي تاكل كلتي انت كاع كرشك كبيره لهذ الدرجه وكل وخلي لهذا العبد هذا وهذا العبد راه داير الله خارج من الحبس راه ماشي عايش في الرفاهيه. الشي راك قلنا لك تعيش باقي عايش في الرفاهيه وما دخلتش في الحبس وجمون فوكاريم وتانا نزيدوا عليهم والله يربح. ولكن ما عنديش واش بغيتيني نذن بيع الحشيش في المغرب بغيتوني نكحل في المغرب وندخل هنا للمغرب وتقول له راه ما تبدلش وراه باقي وداك العقليه اجراميه لا راه ما بغيتش ندخل انا طبت حبس اصلا لك ندخل الحبس المغرب وراني باقي في الحبس لهيه وقريب لولادي على الاقل يجوا يشوفوني كل ويكاند واتقوا الله في واخا دابا اخي احمد اليوم حتى درهم وشكون داهم خوت؟ الخوت شنو المطالب ديالك؟ باغي رزقي ما يعطيو او الدين شنو المطالب ديالي؟ شي تقول لي يعطيك كل شيء راه هو ما يقدرش يعطيك كل شيء. واحد عطيتيه حق ديال العسل وطلقوا لك من بعد اعطيني شي جوج الحساس اي شويه بعد عين وقف على رجلي الله يرحم لك الوالدين
وليت باغي نكري طوموبيل انايا كانت عندي لوكازيون 25 طوموبيل وانا وليت باغي نكري طوموبيل ونتحرك بها بحال الطاكسي ما لقيتهاش اعطيني نكري اعطيني طوموبيل نتحرك بها نحس براسي حس ما بغيش نركب ونتزوق باغي نتحرك ونجيب فلوس اصاحبي انا ما عنديش وما بغيش نبزنس ما بغيش هنا المغرب مقود خايب وبالاخص تبزنيز ما كديرش من وراه الفلوس لان باش نمشي انايا نشري 100 غرام ونوقف في راس ديال الدرب شحال غادي تعطيني هاد 100 غرام انا هاد انا خصني انا نعرف شكون اللي كيجيب ال 100 غرام وانا اللي نجيب ليه ال 100 غرام وتا هو ما باغيهش المغرب هاد ضرب الحباسات هباء هباء منثورا ولا كنت انا دابا في السيفيل ومعاقل عليا حتى شي واحد بوحدي وتخيل ندخل الحبس واش نولي نصب المايوات ولا شنو نولي ندير في الحبس واخا خاي احمد دابا حاليا خوتك ما عقلوش عليك لا ما عقلوش عليك كاين شي تواصل بيناتكم معكم لا طفى عليا التليفونات ودير عليا حضر التجوال مبلوكيني الله لا ما هداش الله قال لك العالي في خيرك ركبو انت ما عندك حتى شي وثيقه كتدل بانك تدير هادشي كامل و طبعا بغيتيني نبقى نحرج عليك مرحبا يعني تخدم معاه عنده ماشي معاه فرزقك وتاخذ جوج فرانك وتا هذاك رزقك ما بقاش هو راه ملي جيت هو داير لها خاويه في عامره ومشى باعها انا يبارك فيها هو باعها ديال الطوموبيل باعها كامله بسميتها بحال كوك الفا لوكاسيون دو فواتور اخي احمد دابا حاليا طبعا احنا كما قلنا باقى اجزاء انت قادر انه تورينا فيديوهات وصور ديال هاد الممتلكات هذه هي نوريك انا وسط لاجونس نوريك الفيرما عندك دليل طبعا عندي كتصاور عندي كوثائق ما عنديش انا راجع رفولي من وسط الحبس الوثائق الا كانوا بقاو باقين في الدار الا كانوا بقاو وانايا بحكم انني كنت كنصيفط فلوس ومصيفطهم كحلين علاش باغي نخزن وثيقه بانني راني صيفطتهم واصلا انا صيفطت 3000 تقدر تكون عندي وثيقه ديال 3000 120 مليون ما عنديش وثيقه ديال 20 مليون انا مصيفط لكم مع شخص فهمتي ما يعني مشدو شاديني من البلاصه اللي كتضرني فهمت اجي دابا في اخر الفيديو نسولك سؤال واش ندمتي حيت صلتيهم لخوتك ما صلتهمش الواحد خوتي ندمت تعاملت معهم بزاف المعاملات ندمت بزاف وكنت نادم علاش طلبت الترحيل للمغرب وليت كنقول اللهم الحبس ولا نعرف هذا الواقع هذا ولكن نحمد ربي ونشكره ملي رجعت للمغرب وشفت الواقع ديال بصح نيت لان كون ما كانش بحال هكا كنت غادي نبقى مغمض وتخيل كون خرجت من الحبس كون بقيت وخرجت من الحبس وما جيت وبقيت كنصيفط الله يرحم الوالدين شي فين كنت غادي نوصل راك تنوصل شي حاجه انا راه ملي قال لي ما نعطيكش فلوس راه فكرت في شي تفكير خايب راه وليت باغي ندير شي حوايج خايبين اخي الكريم راه قلت لك الدماغ راه اجرامي راه شي حوايج ما يجيوش هما في البال هو ما يجيش في البال ميزانيه كبيره راه كنهضروا على ميزانيه ملي غادي دير لوكازيون والدار وباك يدير فيرما وطاري راه ما كنهضروش على جوج فرانك صاحبي غتكون قد ميزانيه الدوله الشقيقه لا ما نقولوش حتى بحال هكاك ولكن بحكم انه واحد كان شوف انا نعطيك واحد نديروها بحال كوف داك الوقت اللي كنت كنبيع فيها انايا 4000 الاورو 4 المليون 5 المليون ديال الكيلو ديال الكوكايين في اسبانيا ما حدك غادي كطلع هو غادي كيغلى طبعا المانيا كيلو راه ما دايرش الثمن ديال اسبانيا واسبانيا هي البوابه البوابه هو المغرب المغرب هو البوابه ديال كلشي من هنا كيدخل الكوكايين من هنا كيدخل الحشيش من هنا كيدخل بنادم من هنا كيدخل كلشي بحكم القرب المسافه 14 ميه ناوتيكا اللي كاينه ما بين المغرب ومن هنايا كيدخل كلشي ولكن البوابه ديال الكوكايين ديال اوروبا هي اسبانيا واخا اخي احمد باش ما نطولوش كما قلنا يكون كاين اجزاء اخرى مرحبا. رساله اخيره تقولها لخوتك عائلتك بصفه عامه اودي عائلتي ما عندي ما نقولها الوالد الله يسمح لي منك الوالد الله يسر لك الامور كما كان الحركه تبقى الوالد ديالي وبغيتي هاد الدم حتى هو نعطيه لك انت امر مي ما غاديش نقول حتى خوتي لان الخو ما يديرش مع خوه بحال هكا صاحبي نقول هذاك السيد وهذاك السيد الله يهديكم على ريوسكم وراه تابعكم الموت وحاجه اخرى الا نتوما كتدعوا الاسلام هذوك الفلوس راهم حرام وانا كنزيد نقول لكم راهم حرام وانتم عارفينهم جايين عن طريق تجاره المخدرات الله يربحكم رساله اخيره هي هادي هادشي اللي غادي نقول خي احمد شكرا على الجراه ديالك مرحبا مرحبا والف مرحبا نعدلوا لقاءات اخرى باش نعرفوا ديك التفاصيل اللي ما عرفناهاش اليوم بحكم ما خصناش نطولوا مرحبا انا راه الاشاره واي حاجه بغيتي تعرفها سولني عليها ونقولها لك بلا زواق بلا كذوب بلا خوف بلا بكل جرأة نقول لك داكشي اللي كاين تبارك الله عليك الله يطول عمرك متابعينا الاوفياء كان هذا هو احمد والقصه ديالو مع المخدرات القصه ديالو مع الاسره ديالو كيف ما قلنا غيكون باقي بزاف ديال القصص اللي غيعاودها لنا الاخ احمد فمن هنا لتما كنقول لكم الى اللقاء اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.